السلام عليكم، يا رب حضراتكم تكونوا بخير ان شاء الله. اللي هنتكلم عنه حالا هو عنوان التونسلز، والتونسلز من ضمن العناوين المهمه برضو في اسئله الامتحان، ومن ضمن العناوين المهمه كذلك ككلينيكال. التونسل نبدا نتكلم عنها بقى. ايه هي التونسل ديت اصلا؟ وات ار تونسل؟ طبعا التونسل دي احنا بنقول عليها اللوز، ولكن هي واقعيا مش اللوز بس، اللوز دي واحده منهم، انما التونسلز دول عباره عن 4 حاجات. ايه التونسلز دولت اصلا؟ يقول لي هي ست، ست معناه مجموعه من الليمفويد كوليكشن، هي عباره عن تجمع انسجه ليمفاويه. فيسنج انتو معناه موجوده بجوار ايورو دايجستيف تراكت. كلمه ايورو دايجستيف تراكت يقصد بيها الفارينكس، موجوده عند الفارينكس. بص نلاقي التونسلز ديت العالم اللي اكتشفها كان اسمه فال داير، فلما اكتشفها لقاها انها بتعمل حاجه زي دايره كده، يعني واحده التانيه التالته الرابعه، ولما وصلهم مع بعض لقاهم بيعملوا دايره، فقام سمي الدايره باسمه، سماها فال دايرز رينج. فال دايرز رينج، يبقى ايه فال دايرز رينج دي؟ تخيل مثلا ان في واحده هنا وفي واحده هنا وفي واحده هنا واحده هنا مثلا، لما جه موصلهم ببعض لقاهم عاملين دايره، فقال لك دي اسمها فال داير رينج. ايه فالداير رينج دي؟ فالداير رينج مكونه من ال4 انواع من التونسلز، لان التونسلز 4 انواع، فارينجيال تونسل، ودي اللي كانت موجوده عند سقف النيزو فارينكس، فارينجيال تونسل اللي احنا بنسميها اللحميه الادينويد. في حاجه اسمها التيوبال تونسل، التيوبال تونسل دي كانت عند التيوبال اليفيشن في النيزو فارينكس لو حد فاكر. في بالاتاين تونسل، والبالاتاين تونسل دي موجوده عند الاوروفارينكس، ودي اللي احنا بنقول عليها اللوز بقى، دي اللي لما بتلتهب ده وعنده التهاب في اللوز البالاتاين تونسل دي. ثم في اللينجوال تونسل، واللينجوال تونسل اللي هي كانت موجوده في التلت الخلفي من اللسان اللي اسمها اللينجوال تونسل. يبقى التونسلز هي عباره عن ليمفويد كوليكشن، هي عباره عن تجمع من انسجه ليمفاويه موجوده تحديدا في منطقه النيزوفارينكس كده، بتعمل رينج اسمها الفال داير رينج، او موجوده عند منطقه الفارينكس عموما، بتعمل رينج اسمها الفال داير رينج مكونه من 4 حاجات: فارينجيال تونسل وتيوبال تونسل وبلاتاين تونسل ولينجوال تونسل. طبعا الفارينجيال دي موجوده عند النيزو فارينكس، التيوبال برضه في النيزو فارينكس، بينما البلاتاين دي في الاورو فارينكس، انما اللينجوال دي في الفارينجيال بارت اوف ذا تانج اللي هو البوستيريور ثيرد اوف ذا تانج. بيقول لي ذيس اورجان بلاي ان امبورتانت رول ان اميون سيستم، وظيفه التونسلز هي دور مناعي، بتلعب دور مهم جدا في المناعه. الجزء اللي بعده ده بيقول لك ايه؟ الجزء اللي بعده بيقول ان احنا لما بنيجي نتكلم عن اللوز بطريقه غير علميه بنقول عليها اللوز. اللوز اللي احنا بنتكلم عنها في حياتنا اليوميه دي نقصد بيها البلاتاين تونسل، واللي هو وين يوزد ان كواليفايد، يعني لما يكون واحد بيستخدم المصطلح ده بس مش دكتور. ذا تيرم موست كومونلي ريفير، مصطلح اللوز بيدل على البلاتاين تونسل، فلما حد يقول ده عنده التهاب في اللوز يقصد بيها البلاتاين تونسل، ده اللي احنا بنستخدمه في حياتنا اليوميه. وطبعا البلاتاين تونسل قلنا دي بتكون موجوده عند الاوروفارينكس، يبقى احنا بنقول لوز 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 نقصد بيها واحده من الاربعه اللي هي البلاتاين تونسل، انها ما تنساش ان هم 4: فارينجيال وتيوبال وبلاتاين ولينجوال، اهم واحده فيهم هي البلاتاين، عشان كده لما نتكلم هنتكلم عن البلاتاين تونسل. البلاتاين تونسل دي لما واحد بيفتح بقه بيبص تلاقيها موجوده لما بتكون ملتهبه كده، ده اللي هو التهاب اللوز. شكل البلاتاين تونسل ايه؟ واللي اوفويد ماس، شكلها بيكون بيضاوي شبه الالموند، يعني عامله شبه اللوز، ليها 2 بول فوق وتحت ابر ولور، هي بتبقى شكلها عامل زي اللوزه كده، وبالتالي ليها جزء فوق وجزء تحت، ابر بول ولور بول، ليها 2 بوردر انتيرور وبوستيريور، وليها 2 سيرفيس ميديال ولاترال. اذا هي 2 في 2 في 2، 2 بول و2 بوردر و2 سيرفيس. التونسل اللي اسمها البلاتاين تونسل بتحتوي على حاجه اسمها كريبت. الكريبت دي عباره عن تجاويف، يعني لما تيجي تبص تلاقي السطح بتاعها تلاقي حتت داخله لجوه ثم طالعه ثم نازل شويه ثم حاجه داخله لجوه ثم طالعه ثم نازل شويه ثم طالع وهكذا، وتلاقي اللفه بتاعت التونسل كلها عباره عن حاجات داخله لجوه كده. الحاجات اللي بتبقى داخله لجوه دي بنسميها الكريبت. فانت بتبص على التونسل تلاقي التونسل فيها تجاويف داخله لجوه، التجاويف اللي داخله لجوه دي بنسميها الكريبت. البلاتاين تونسل فيها من 12 ل 15 تونسيلر كريبت، والكريبتس دي بتفتح على الميديال سيرفيس تحديدا، بتفتح عند الميديال سيرفيس بتاعه البلاتاين تونسل. يبقى البلاتاين تونسل بيكون فيها من 12 ل 15 كريبت، وكلهم بيفتحوا في الميديال سيرفيس.
مش احنا قلنا ان البلاطاين تونسل بيكون لها اتنين سيرفس، السيرفس ده اللي انا ماشي عليه ده اسمه الميديال، بينما ده كده اسمه اللاترال. اللي انا معلم عليه ده اللاترال، واللي ناحيه جوه الميديال، بنلاقي الكريبت كلها فاتحه في الميديال سيرفس ده. يبقى البلاطاين تونسل ليها ابر بول ولور بول، ليها انتيرور بوردر وبوستيرور بوردر، ليها ميديال سيرفس ولاترال سيرفس، والميديال سيرفس ده هو اللي بيفتح فيه الكريبت التجاويف، والتجاويف ده عددها من 12 ل 15. معلومه كمان، الحته اللي داخله جوه اسمها كريبت، فتحتها بقى اسمها بيت. بت يعني حفرة، إذن هي عبارة عن بت، والبت ده داخل جوه مكون كريبت. بعد كده بيقول البلاطاين تونسل، عاوزين نتكلم عن البوزيشن بتاعها، مكانها بيكون فين. البلاطاين تونسل زي ما قلنا في الاورو فارينكس، لو حد فاكر في محاضرة الفارينكس، موجودة في حاجة اسمها التونسيلر فوسة، والتونسيلر فوسة كانت موجودة عند اللاترال وول بتاع الاورو فارينكس. حتى التونسيلر فوسة كنا قلنا عليها ارش من قدام وارش من ورا. الارش اللي من قدام ده كان اسمه البلاتو جلوسال، واللي من ورا اللي كان اسمه البلاتو فارينجيا. فكان عندنا ادي البلاتو جلوسال اهو، والبلاتو فارينجيا ورا، بينهم حاجه اسمها تونسيلر فصه. تونسيلر فصه دي اللي بيكون فيها البلاتاين تونسل. اذا البلاتاين تونسل موجوده في التونسيلر فصه اللي موجوده عند اللاترال وول بتاع الاورو فارينكس، من قدام على الفصه دي، من قدام في البلاتو جلوسال ارش، من ورا في البلاتو فارينجيال ارش. بعد كده البلاطين تونسل قلنا بيكون ليها سيرفيس هو الميديال سيرفيس، وسيرفيس هو اللاترال سيرفيس. طبعا دي كده البلاطين تونسل اهي، الجزء ده كده هو الميديال سيرفيس. الميديال سيرفيس بيقول لي كفرد باي ميوكس ممبرين، بيكون متغطي بميوكس ممبرين. اهم حاجه تعرفها لي ان الميديال سيرفيس بيكون في حاجه اسمها التونسيلر بيتس. وقلنا ايه البيتس دي؟ دي الحفر اللي هي عباره عن الفتحات بتاعه التونسيلر كريبت. لو قلنا الكريبت بتصب في الميديال سيرفيس، فتحه الكريبت اسمها بيت، الجزء اللي داخل جوه ده اسمه كريبت، الفتحه بتاعت اللي بره اسمها البت. اذا الميديال متغطى بميوكس ممبرين، وبيكون في حاجه اسمها التونسيلر بيتس، وده عباره عن الفتحات اللي على الميديال سيرفيس اللي بتؤدي بعد كده الى التونسيلر كريبتس اللي بتكون داخله لجوه. اهم سلايد في التونسل بقى هي السلايد دي، السلايد دي اللي عباره عن اللاترال، دي عباره عن اللاترال سيرفيس. اللاترال سيرفيس بيقول لك لازم تاخد بالك من حاجه بقى. طبعا احنا دلوقتي كده ده السوفت بالات، ده التونج، ده كده يعتبر الاورو فارينكس، ده الميديال سيرفيس، ده اللاترال سيرفيس بتاع البلاتاين تونس. اللاترال سيرفيس اهو، اول حاجه بتقابلنا على اللاترال سيرفيس بتلاقي فيه كبسول، الاخضر الخط الاخضر ده هو الكبسول اللي حوالين البلاتاين تونس، ده اول حاجه. بعد كده بنلاقي فيه فين، الفين ده اسمه الباراتونسيلر فين، والباراتونسيلر فين ده اللي بيعمل نزيف شديد جدا في عمليات استئصال اللوز. بعد كده تلاقي فاشية ومصل وفاشية، فاشية ومصل وفاشية. فاكرين في الفارينكس لما كنا قلنا جدار الفارينكس كان عبارة عن أربع طبقات، كان أول طبقة اسمها الميوكس، بعد كده إنر فايبرس، ثم مصل، ثم أوتر فايبرس. هنا الإنر فايبرس والمصل والأوتر فايبرس. الإنر فايبرس أهي، آدي الإنر فايبرس اللي كان اسمها الفارينجيو بازيلر فاشية، ودي المصل اللي اسمها السوبيريور كونستريكتور، ثم البقو فارينجيال فاشيا. عشان كده لو قلت لك اللاترال سيرفيس ريليتد لمين، اللاترال سيرفيس عندنا اول حاجه الكبسول، بعد الكبسول بارا تونسيلر فين، ثم بعد كده الانر فايبرس الممثله في الفارينجي وبازلر فاشيا، ثم السوبيريور كونستريكتور بتاعه الفارينكس، ثم البقو فارينجيال فاشيا اللي هي كانت الاوتر فايبرس بتاعه الفارينكس. كان في عندنا ارتري، الارتري ده هو الفيشيال ارتري، الفيشيال ارتري، وكان في عندنا نيرف هو الجلوسو فارينجيال نيرف. اعرف دول ايه اللي هحتاجهم حالا. تعالوا نقرا الكلام ده كده بعد اذنكم ونشوف اللي احنا محتاجينه فيه. بيقول لي على اللاترال سيرفيس اول حاجه بتشوفها بتلاقي الكبسول، قلت لك اول حاجه الاخضر ده هو الكبسول، ودي بتغطي اللاترال سيرفيس وبتكون حاجه اسمها الفارينجيو بازلر فاشيا، يعني دي الكبسول اللي بتمتد بعد كده بتكون حاجه اسمها الفارينجيو بازلر اللي هو الجزء الاخضر ده. يبقى انت عندك الكبسول اللي بيكون الفارينجيو بازلر. بعد كده بيقول نيومرس او نمبر اوف سبتا بتمتد من الكبسول انتو التونسل، ودي اللي بيخش من خلال البلاد فيسل، مش عاوز دي. سيبريت التونسل من السوبيريور كونستريكتور اوف ذا فارينكس، طبعا دي كده
قلنا السوبيرو كونستريكتور اهي، ودي التونسل، ده الكبسول اللي بتمتد يبقى اسمها الفرنجيو بازلر. فالفرنجيو بازلر اللي هي امتداد الكبسول دي اللي بتفصل التونسل عن السوبيرو كونستريكتور، يبقى ادي التونسل وادي السوبيرو كونستريكتور، بينهم الكبسول اللي ممتده ومكونه فرنجيو بازلر فاشيا. بعد كده بيقول السوبيريور كونستريكتور، دي اللي طبعا السوبيريور كونستريكتور اللي هي دي كده، السوبيريور كونستريكتور دي اللي بتفصل مين عن مين؟ دي اللي بتفصل التونسل عن الفيشيال ارتري وبرانشاته. يبقى انت عندك ادي التونسل اهي، وادي السوبيريور كونستريكتور، وادي الفيشيال ارتري. فلما اجي اقول لك السوبيريور كونستريكتور فصل التونسل عن مين؟ عن الفيشيال. امال لما اجي اقول لك مين اللي فصل السوبيريور كونستريكتور عن التونسل؟ الفرنجيو بازيلر فاشيا. يبقى اول سؤال مين اللي فصل التونسل عن السوبيريور كونستريكتور؟ الفرنجيو بازلر فاشيا. امال مين اللي فاصل اللي فاصل التونسل عن الفيشيال؟ هي السوبيريور كونستريكتور. فالسوبيريور كونستريكتور هو اللي بيفصل التونسل عن الفيشيال. المعلومتين دول بقى بتوع امتحان، معلومتين دول كده بتوع امتحان. المعلومه الاولى باراتونسيلر فين، الباراتونسيلر فين اللي هو بالازرق ده، باراتونسيلر فين ده بيقول بتوين التونسل والسوبيريور كونستريكتور، اهو بين التونسل والسوبيريور كونستريكتور. فخد بالك مين اللي بين التونسل والسوبيريور كونستريكتور؟ الباراتونسيلر. امال مين اللي فصل التونسل عن السوبيريور كونستريكتور؟ الفرنجيو بازلر. امال مين اللي فصل التونسل عن الفيشيال ارتري؟ والسوبيريور كونستريكتور. ايه لازمه الباراتونسيلر فين ده؟ الباراتونسيلر فين اللي بين التونسل والسوبيريور كونستريكتور ده الكومون سورس اوف هيموريدج ان تونسيليكتومي، ده مصدر النزيف اللي بيحصل في عمليات استئصال اللوز اللي اسمها تونسيليكتومي. فلما اجي اجيب لك سيره في الامتحان واقول لك تونسيليكتومي معناها استئصال اللوز، تاخد بالك من كلمتين، هل انا بقول لك هيموريدج ولا بقول لك اديما وبين؟ هل بقول لك هيموريدج ولا بقول لك اديما وبين؟ يعني هيجيب لك كيس في الامتحان، هيجيب لك حاله كده في الامتحان ويقول لك افتر تونسيليكتومي بعد ما استأصلت اللوز في هيموريدج، قال لك هيموريدج اختيارك يكون بارا تونسيلر فين على طول، قال لك بين او اديما يبقى النرف اللي اسمه الجلوسوفارينجيال نرف. كمان مره قال تونسيليكتومي، بص على الكلمه الثانيه اللي معاه، هل بيقول هيموريدج؟ لان لو قال لك مين اللي بيعمل هيموريدج في التونسيليكتومي؟ البارا تونسيلر فين. المعلومه الثانيه بيقول الجلوسوفارينجيال نرف بيكون لاترال للسوبيرو كونستريكتور، جلوسوفارينجيال بيكون لاترال للسوبيرو كونستريكتور وات كان بي افكتد، وده ممكن بعد العمليه يحصل اديما، اديما معناه تورم فيضغط عليه فيعمل بين. يبقى لو جيت قلت لك بوست اوبراتيف هيموريدج نزيف بعد العمليه سببه الباراتونسيلر فين، امال بوست اوبراتيف بين الم بعد العمليه سببه الجلوسوفارينجيال نرف. فلما اجي لك كيس مثلا واقول لك بعد عملية استئصال اللوز لقينا الشخص بيشتكي من ألم، مين النرف اللي افكتد؟ الجلوسوفارينجيال نرف. اقول لك بعد عملية استئصال اللوز لقينا في نزيف، مين الفين اللي افكتد؟ الباراتونسيلر فين هو اللي بيكون افكتد. ثم لو جه سألك مين اللي بيفصل التونسل عن السوبيرور كونستريكتور؟ الفارينجيو بازلر فاشيا او الباراتونسيلر فين؟ امال مين اللي بيفصل التونسل عن الفاشيا؟ السوبيريور كونستريكتور. لاترالي اكتر من كده بنلاقي حاجات ملهاش لازمه مش محتاجينها، احنا محتاجين دي كده اهم حاجه ودي هيجي منها في الامتحان ان شاء الله. بعد كده بالنسبه للارتيريال سبلاي بتاع البلاطين تونسل، بقى البلاطين تونسل بتتغذى الابر بول بتاعها بحاجه واللور بول بتاعها بحاجه، الابر بول كلهم بيتغذوا بالتونسلر برانش. الفكره التونسلر برانش جاي منين؟ ده برانش اسمه الديسندنج بلاطين كان طالع من الماكسيلري ارتري، عشان كده الجزء ده هو الابر بول بيتغذى بالديسندنج بلاطين بالتونسلر برانش بتاعه، بينما اللور بول بيتغذى بالفيشيال والاسندنج بلاطين والدورسال لينجوال. فيشيال واسندنج بلاطين ودورسال لينجوال، ادي بتاع الاسندنج فارينجيال اهو، وادي بتاع الاسندنج بالاتاين وللتون وللتونسيلر ارتري. طبعا ده كلها الصور، الصور فيها حاجات كتير مش محتاجين ده كله، احنا محتاجين التفاصيل الصغيره بس، الابر بول واللور بول. احنا هنقسم الارتريال سبلاي ابر بول ولور بول كلهم تونسيلر برانش. بس الفكره تونسيلر برانش من مين؟ الابر بول من الديسندنج بالاتاين واللور من الاسندنج بلاطاين والفيشيال والدورسال لينجوا، اللي فوق باللي جاي اللي فوق باللي نازل ديسندنج بلاطاين، اللي تحت باللي طالع اسندنج بلاطاين وفيشيال ودورسال لينجوال.
بالنسبة للبلاد سبلاي نكمل الفينز، احنا هنا طبعا قلنا الارترز، والارترز قلنا الابر بول واللور بول، عشان لو جه قال لك all of the following are arterial supply to lower bowl except الديسندنج بلاطين مش تبعنا، الديسندنج بلاطين بتاع الابر، الديسندنج بلاطين بتاع الابر، الديسندنج بلاطين اللي نازل اللي نازل اللي نازل اللي نازل ده بتاع اللي فوق، اللي نازل ده بتاع اللي فوق، دي اللي بتيجي في الامتحان، اللي نازل ده بتاع اللي فوق. بينما الفينز بقى بيقول لي بتصب في الفرنجيال بلكسس، فرنجيال بلكسس اوف فين ريسيف موست اوف ذا فين سبيشال الباراتونسيلر. يعني ايه؟ البلاطين تونسل بيصب الاول في الباراتونسيلر، الباراتونسيلر بيصب بعد كده في الفرنجيال بلكسس، والفرنجيال بلكسس طبعا عارفين انها بتصب بعد كده في الانترنال جاجولار، بيقول لي بعض الفين بتصب في اللينجوال فين. اذا عندنا الاورده بتاعت البلاطين تونسل بتصب في الباراتونسيلر ومنه للفرنجيال، واحيانا بعض الفينز بتصب في اللينجوال فين. بالنسبه لاخر جزء بقى اللي هو الليمفاتيك درينج، ده مهم جدا في التونسلز، عشان لما اللوز بتلتهب بتسمع في دول، يعني دول اللي بتلاقيهم مورمين، لان الطبيعي ان لما التونسلز تلتهب الغدد الليمفاويه هي كمان بتلتهب. مين هما بقى؟ هما ثلاثه، ديب سيرفايكال وسوبرفيشال سيرفايكال وسب مانديبولا. ديب سيرفايكال ليمف نود اللي بنسميها الجاجلو دايجاستريك نود بتكون ورا الانجل اوف ذا ماوث، ورا الانجل اوف ذا ماندبل، اسف، يعني تحت الاير كده ورا الانجل اوف ذا ماندبل، ديب سيرفايكال ليمف نود. وصب مانديولار طبعا دي بتكون تحت الفك، وسوبرفيشال سيرفايكال دول بيكونوا على الرقبه تحت شويه. يبقى احنا عندنا الديب سيرفايكال والصب مانديولار والسوبرفيشال سيرفايكال ليمف نود، دول الليمف نود اللي بيسحبهم التونسل. يبقى في التونسل قلنا ان هم بيكونوا مربعه، فرنجيال وتيوبال وبلاطاين ولينجوال. اكدنا ان احنا هندرس بالتفصيل البلاطاين، الكريبت بتفتح في الميديال سيرفيس، قلنا انها بتكون موجوده في التونسيلر فوسه قدامها بيكون في بلاتو بلس الارش وراها بلاتو فارنجيال ارش. بعد كده قلنا ان بيكون التونسلر بيتس والتونسلر كريبت موجودين في الميديال سيرفيس، وقلنا مهم جدا تعرف الحاجات اللي في اللاترال سيرفيس ومين بيفصل كل حاجه عن التانيه، مين مصدر النزيف بعد العمليه ومين مصدر الالم بعد العمليه. بالنسبه للارتيريال بلاد سبلاي، الابر بول هو اللي جاي من فوق لتحت ديسندنج بلاطاين، اللور بول هو اللي طالع اسندنج بلاطاين وفيشال ودورسال لينجوال. بالنسبه للفين الباراتونسيلر واللينجوال فين. بالنسبه لللينفاتيك درينج ديب سيرفايكال وصب مانديبولار وسوبرفيشال سيرفايكال لينف نود. وده كده بالنسبه لدرس التونسلز بكل الحاجات اللي احنا محتاجينها فيه ان شاء الله.